أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الثالث بعد المئة نلتقي مع كتاب الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واحد يا مسلم. بعدما فرغنا من الكلام عن كتاب الطهارة وأبوابه وفصوله وأحكامه، يدور حديثنا بمشيئة الله تعالى عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ونبيك ورسولك.
ما هي الصلاة وما فضلها وما حكم تاركها؟ نجاوب عن الأسئلة دي وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرشد. صلاة لها ثلاثة معان: الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد. الصلاة من الله رحمة. قال بنو إسرائيل يا موسى أيصلي ربك؟ قال موسى يا بني إسرائيل تأدبوا مع الله. فأوحى الله إلى موسى أن يا موسى أخبرهم بأن صلاتي عليهم، أن رحمتي سبقت غضبي، لولا ذلك أهلكتهم جميعا. إن الله وملائكته يصلون على مين؟ على النبي. ما شاء الله، هذا حاجة عظيمة أوي. إن الله وملائكته يصلون. ده لو قال صلى وتبقى انتهت من زمان. انما ده الصلاة مستوى. يا سلام عليك يا محمد، يا سلام عليك وعلى المكان اللي ربنا وهدك اياها. قال يصلون، ما قالش صلوا، صلوا يبقى انتهت من زمان. انما يصلون فعل يفيد الاستمرار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يصلون على مين؟ على النبي. طيب احنا، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل علينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. يكفي انك تقول دي ثلاث مرات، وبعدين بعد كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلي بقى زي ما انت هتصلي. طب ودي اجرها عند الله قد ايه؟ قال لك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، مر ذات يوم فوجد النبي ساجدا في احد الاودية في ظل النخيل واطال السجود. عبد الرحمن بن عوف كان واقف، النبي مش عايز يرفع راسه من السجود ليه؟ وبعدما رفع النبي راسه ساله عبد الرحمن: يا رسول الله اطلت السجود حتى ظننا ان قضاء الله قد نزل. قال: يا عبد الرحمن اتدري لم سجدت؟ وحي يا سلام. تعرف انا كنت ثابت ليه؟ قال له: يا رسول الله. قال له: اتاني جبريل فقال لي: السلام يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك صلى الله عليك، ومن سلم عليك سلم الله عليه، فسجدت شكرا لله. فجدت ايه؟ شكرا لله. كأن الانسان لما ربنا ينعم عليه بنعمة، اول عمل يعمله يسجد سجود اسمه سجود الشكر، بس يكون متوضع ويستقبل القبلة. ساعة ما يوصله خبر يفره، يجي نازل على الارض ساجد الله اكبر ويسجد سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات الله اكبر، ويرفع راسه من السجود بدون تشهد ولا تسليم. سجده واحد. انت لما يوصلك خبر يفرك، ابنك نجح في الامتحان، في العلاوة الدورية نزلت الشهر ده 3 جنيه الا ربع، ها؟ امال ايه يعني؟ ها؟
امال الهلال بتفرح بايه؟ الهلال بتفرح على كيلو لحمه مشكله او كيلو لحمه في راس ب105 ها؟ ها؟ بس لله شكرا. اصحى اسمك نزل في اللي هيطلعه بيت الله الحرام يا حبشو. ماشي. حاجه عظيمه. وابنك حفظ جزء عمك. يا سلام علينا لما كان الواحد يحفظ جزء عمك زمان. لابد من حفلة تقام. قال ايه ده؟ يقول لك ده ابنه حفظ جزء عمك. حاجة عظيمة. النهاردة قال عاملين ركن اسمه ركن الهواة في الاذاعة للي يحفظ 10 اغاني. يطلع الواحد كده هو طويل عريض زي النخلة ويطلع يقول بعد الصبر مطال هتف الشعب وقال حققنا الامال. امال ايه؟ امال ايه اللي حققناه؟ امال ايه؟ ده موسى دايما بيقول كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا والان اصبح العرب يتمنون منا ان نعترف بهم. امال ايه؟ امال ايه؟ امال فهميه؟ امال ايه يا زلمه؟ طب ما احنا الصلاة على الحبيب قلبك يا فيه. لما يوصلك حاجة من الله نعمة من نعم الله تقوم أول عمل تعمله تسجد شكر لله. إنما للأسف الناس النهاردة لما الواحد يعمل عمل سيء يقول لك نصيبي كده. يسقط في الامتحان يقول أعمل إيه؟ مكتوب علي. ولما ينجح مش هو اللهم لك الحمد يقول أنا ذاكرت. ده هنا عقل مش مهلبية. سلام. عبقري أي مش فاهم. خلاص لا ويجعلون لله ما يكرهون. ده الحاجه الحلوه تنسبها لنفسها والحاجه السيئه تنسبها لقضاء الله. ليه؟ وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللي يحب النبي سمعنا الصلاه عليه. ولذلك شوف النبي عليه قال من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه على كتفي على باب الجنة. ولذلك تعرف الناس الصالحين كان لما الواحد يدعي كان يبدا الدعاء بالصلاه على النبي الاول يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ويدعي وبعد ما يخلص دعاء يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يقوم يحط الدعاء بين صلاتين على النبي مبدوء بالصالح ومختم بالصالح ويقول لك ايه لن يرد الله دعاء بين صلاتين على رسول الله. لان الدعاء صلاة مدرش بالصلاة على الحبيب. والنبي قال ايه اولى الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة. ولذلك الصلاة على النبي بتفرج القرض. اللي يكون مهموم او مغموم يكثر من الصلاة على رسول الله. وبتعمل ايه كمان؟ يا خضر ابيض. طب الصلاة على النبي بيقول بينما رجل من امتي يمشي على الصراط يتكسر مرة وتلسعه النار مرة اذ جاءته صلاته وسلامه علي فصار على الصراط كالبر. عمال يتمصلح يمين وشمال وحيلع. واللي بيع هنا مش بيع في قصر النيل ده بيع في جهنم كبري. كبر ماشي. لو المؤمن لما يجي على الصراط
مش يخاف من النار، النار نفسها اللي تخاف منه. تقول له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفا ناري. ده واحد مع الصالحين ذهب ليحج بيت الله وكان معه ابوه، فمات ابوه في الطريق منه، فلما صعدت روحه الى الله نظر الرجل في وجه ابيه فوجد وجهه قد اسود. يا لطيف، ما هو الدرج بالدم على وجه الميت. ولذلك النبي قال لي يغسل موتاكم المأمونون منكم، اللي يغسل الميت يكون رجل صالح وعنده امانه، عشان الميت بيظهر عليه اسرار لا يجوز اذاعتها ان كانت سوءا. في واحد بعد ما يموت بس تلاقي وشه زي القمر ليله السماء منور، وريحته مسك، ريحته مسك. واحد تاني ربنا يكفينا ياكل شر الزناوي، ولذلك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فنام ابنه حزينا لأن ابوه وشه اتغير، فرأى رسول الله في المنام قال له يا هذا أتدري من أنا؟ أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. إذا ما قمت فاكشف الغطاء عن وجه أبيك فستجد وجهه كالقمر ليلة البدر. قال بما يا رسول الله؟ قال بكثرة صلاته وسلامه عليها. يبقى صلاة النبي صلع الحبيب بتجد شيء مفيد اللي هو حسن الخاتمة. انا عايزك تسمع لي الصلاة عليه. يبقى الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار. بسم الله الرحمن الرحيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ادي صلاه الملائكه على العباد، ادي صلاة الملائكة على العباد. يبقى الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة مني ومنك دعاء. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. كان لما الواحد يجي بالزكاة الى رسول الله يقوم النبي بعد ما ياخد الزكاة عشان يوزعها على المستحقين كان يدعي للمتصدق بدعوة يقول له ايه؟ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. ادي وصلي عليهم، صلي عليهم يعني ادعو الله لهم ان صلاتك يعني دعاءك
سكن له. سكن رحمة واستقرار. ولذلك لما نضرب من الحارب قال اللهم ان كان محمد صادقا فيما يقول فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اذا ما يقول فاهدنا اليه يقول لا نزل علينا حجارة وعذاب اليم. ربنا رد عليه قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح اليه. طب هتنزل العذاب عليهم انت يا رب في الدنيا؟ قال لا ليه؟ اكراما لك يا محمد وما كان الله. وانت ايه فيهم؟ امال العذاب هيجي انت؟ قال له في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونراه قريبا اللي كل آس قريب كل آس قريب. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسرانه. اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركانه. واحد يا سيدي ادي معانا الصلاة. فما يجيش واحد يقول لك بقى واحد يكون ضربه السلك يقول لك كلا. القرآن بيقول الله وما يصلون بقى ربكم بتصلي. هي بتصلي. يعني ايه بتصلي؟ بيرحمنا. بينزل علينا الرحمة. اذا ما كانش عندك صلاة ربنا اطلع من اهل الرحمة. هي بتصلي. وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. صلى من الملائكة استغفار. الملائكة بتستغفر لنا. ده من ساعة الواحد ما يطلع متردد من بيته الملائكة ماشية معاه. مشي تقول ايه؟ اللهم اغفر له اللهم ارحمه. انا مرة احفظ الا سيسل له يقولوا كده لغاية الوضوء وما ينفقد. طول ما فيه طيار من الوضوء الملائكة على اتصال لاسلكي. لان الوضوء عبارة عن مغناطيس بيجذب الملائكة. يظل يستغفر لك من فضائك من بيتك الى ان ينتقض الوضوء كده وبس. لا ده في كمان حاجه تانية. انت مش رايح للجامع رايح المسجد؟ ايوه رايح المسجد. طب اسمع يا سيدي لك بكل خطوه خطوتها حسنه ورفع درجه وحط خطيئه. شوف شوف الكلام. اولا الملائكة ماشية معاك طهر شرف. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لانه راح فين؟ المسجد. راح بيت الله. وبعدين كل ما ترفع قدم وتضع قدم لك حسنة وحط خطيئة ورفع درجة. ولذلك كثرة الخطى الى المساجد من الكفارات التي تكفر الذنوب. النهارده شوف الناس ضعف ايمانها لدرجه ان بعض الاباء بيحذر الابناء من الذهاب الى المساجد. الله العظيم جاي لي امبارح طالب
بيقول اخويا كتب كلمة في جريدة الجمهورية بيرد على سعاد جلال، الرجل اللي هو اللي اسمه الدكتور محمد سعاد جلال، وده استاذ في كلية الشريعة بالازهر، اللي قال ان دخول السماء مش حرام لان النبي قال ان الحرام سبعة بس، وحتى لما حد يذكر السبعة ما عرفش يذكرهم، زود عن النبي كلام وشال كلام. النبي بيقول اجتنبوا السبع الموبقات، الاشراك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من ميدان القتال، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو حط منهم الزنا، بينما الزنا ده له حديث لوحده. ودي سعاد جلال قال لك ايه؟ قال لك ما دام دخول السين، ما النبي ما قالش دخول السين، طب النبي قال في الحديث يا اخوانا شرب الخمر؟ طيب النبي قال شهادة الزور فيه؟ النبي قال الغيبة فيه؟ دي الكبيرة 300 كبيرة يا سيد سعاد، او يا ست سعاد، ده الكبيرة 300. شوف الدجل، شوف الدجل وشوف الكذب حتى على النبي، وده استاذ علم وصول الفقه اصعب علم بكل الشريعة، مالوش شغلانة غير مرة يقول البيرة شربها حلال، يقول السيمة حلال، العادة السرية اللي بيعملوها الشبان حلال، هو قاعد كده يضحكوا عليه شوية العيال بتوع الصحافة، يا دكتور نعم عايزينك تحلل لنا النهاردة البيرة، حاضر اشرب يا جدع اشرب، اشرب يا سيدي، خد السيمة يا سيدي عشان تشوف ايه سكر هاني، عشان تشوف سكر هاني، تعرف سكر هاني فيها ايه؟ والله واحد بيحكي لي عنها، فيها واحد اسمه عبد المنعم ابراهيم لابس باروخ وفستان ومش متكفف كده وعامل بزاز في صدره، يعني حتى البزاز بقى صناع، يوم البزين يقعوا منه الجمهور يضحك. قلت سبحان الله، هي اسرائيل عايزه رجاله ولا عايزه نسوان؟ يا اخوانا ده موسى دان زي الغول، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ ارى منكم فريقا حين يمشي يحك بانفه طرف السحاب، يحاكي ليس في صلة وفيه وليس لدى الكواعد ليس راب، وارسل شعره المضغوط يحكي وميض البرك او لمع السراب، ولا يخشى على شيء ويخشى اذا صار التراب على الثياب، عجبت من الفتى يبدو فتبدو عليه نعومة تفيض الكعاب، اذا الذئب استحال بمصر غبيا فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ دول اليهود ذئاب، ده احنا نقول مرة تانية سعد من عنا فندي، ده بتزود يعني بتزود الخرابة كل، ومين الرجل يقول لك النبي معلش يدخل الدين؟ قال لك وهو الاسلام لما بيتكلم عن السينما والتياتر والاذاعه، الاسلام في قاعه واحده، الحلال ما حرمه الله والحرام ما حرمه الله، هم ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، تقوم تقول لي الا في السينما؟ هو ربنا قال الا في السينما؟ اهم دبرهم على طول، ولا هتعمل زي مصطفى فندي محمود لما قال احنا عايزين نفسر القران تفسير عصر مدد يا ابو درس، هتعمل ايه؟ قال لك انا ماشي شرح فؤاد، لو غمضت عليها كمان شرح كل نسوان، اعمل ايه؟ لا ابص للمرأة بس بنية ان انا بتفكر في عظمة الله، يا حبيبي يا مدد، بص يا اخويا على كيفك بس، وبضحك لها كده اقول لها ايه؟ الله ده مستبشر عصري، ده كراس مصري، البص يا اخو بص بس ما تبص، لا اله الا الله، ان الله جميل يحب الجمال، امال ايه لا بص يا اخو لها اين من عيني هاتيك المجال يا كباب الفرن يا بغل التراب، اين عشاقك صياع الليالي؟ ده انت ما لقيتش حاجه تعرف في عظمه ربنا غير النسوان،
ورب الأخ لم ينظروا إلى النساء فوقهم ولا الأخ لم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض. فانت النبي ما قالش ادخل السيمة انما وضع القواعد الى يوم القيامة. قال كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن. مناظر بتثير. الشاهد في هذا الكلام اني ما فيش حد رد عليه خمس جرايد غير صالح في كلية الهندسة. رد عليهم الجمعة. فلما رد عليه يوم الجمعة وقال له يا سيدنا الشيخ حرام تقول هذا الكلام لان الاغاني والهلس اللي داير والصفير والنظر للنساء العاريات وسكر هالم ومن بيت للمدرسة قصة بنت عاملة انها بتروح المدرسة وتروح تلف مع حبيبها كل ده فحصين ازاي انت تبيع الفساد والرذيلة. فالجمهورية نشرت رب هذا الصالح. اخوه جاي امبارح بيقول لي احنا خايفين على اخوي. بقول له ليه؟ قال لا ياخدوه. ياخدوه ياخدوه فين يا ابني؟ ياخدوه فين؟ قال لي ده ابويا طول الليل يشتمه ويقول له طول ما انت ماشي ورا الشيخ كشك ما انتش نافع. لا حول ولا قوة الا بالله. طول ما هو شمال مش نافع. سبحان الله. طول احنا هنرشح نفسنا اخر السنة ما كنتوناش في مادة الشرع. يا اخوانا اللي يمشي ورانا مرحبا بيه. انما احنا بنوديش الناس في جاي احنا بنفتح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ولو مشى معه وهو وهو مطربه. السلام. الله يفتح عليك يا ابني. لو كان من اتباع حيث الشاعر ولا وردة الجزائرية ولا شادية المصرية ولا يبقى كلام سليم وراجل متمدد. شوف شوف حتى الجبن وقلب المسلمين الى اي مدى. والله يا ابني ما قدر لفكيك ان تمضغاه فلا بد ان تمضغاه فامضغه بعزة. والله العظيم امضغه بعزة. يعني انا يوم ما دخلت السجن عبد الناصر راح لواحد طبيب خاص اسمه احمد ثروت. كان طبيب من اطباء الخصوصيين وكان بيصلي معانا وقال له الراجل ده مظلوم 100% ودخول السجن حرام واتقي الله فيه. قال له كلمه ايه؟ قال له انت ما دام قلت كده مش هيطلع من السجن ما دمت حيا. فربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يبعث له موسى ديان يضرب البلد ضربه يدربك. احنا ما كنا نصلي الفجر في سجن طرة. مره واحد بيصلي بنا الفجر الله يمسيه بالخير بعد القنوت بيقول اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. وبعدين جه في الاخر وقال ايه؟ اللهم اخبطه. قال له مين يا ابني؟ قال لي بتوع الثوره. قلت له دعوه تحط الاخبطه اللهم اهدنا. قال لي بقول لك ايه؟ هي الدعوه دي اللي ربنا هيستجيب. بقول له ايه؟ قال لي انا طالعه مدخنه من قلبي. يوم خمسه يوم فيه. بس انا هو احمد سعد بيقول له ايه؟ انا بقول له طياره الصبح. طياره ولا دبانه؟ يا دكاش. طياره ولا دبانه؟ المغرب واعلى 700. طب انت خلصت امريكا. ثاني يوم قالوا ده لسه ينسحب. اضرب الدبابات اضرب في المدافع وعند ممر مثل 13 بعض. واسرائيل عماله شغاله بالنظام. قال لي شفت ده؟ اللهم ايه؟ قلت له لخبطه. قال لي اتلخبطه؟ قلت له عفارم عليه. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاه عليه. ده ما تخافش الا من واحد بس اللي بيقبل ارواح ربنا. اللي بيقسم الارزاق ربنا. ولذلك قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. مالك الارض هو الله. الله وحده لا شريك له. يعني ما فيش حد يقدر يقول لملك الموت روح اقبض روح فلان غير ربنا بس. والله ما في غير ربنا بس. ولا واحد يقدر يمسك مفاتيح الارزاق غير واحد بس. لو ان ابن ادم ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق ارقى حتى يقع في فم ابن ادم.
انا عايزك توحد من لا يغسل ولا ينام. مش حد يملك الامر غيره هو. قل ان الامر كله لمين؟ لله. ده بيقول يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. مش كل سنة. كل يوم هو في شأن. اجعل الله صاحبا. اطرح الناس جانبا. اذا سألت اسأل الله. واذا استعنت استعن بالله. اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. فليه? بدل ما تدي ابنك شحنة انه يواظب على المساجد والصلوات. قال له ايه? ده الصلاة بتحفظ وبتبارك الرزق. وبتفرح البركة في البيت. انما راح تصلي اوعى ان ده اللي بلغني انهم بيقبضوا على اللي بيصلوا. طب ما يقبضوا يا اخي. ده اللي بيقبضوا الارواح ربنا. ده اتناشر واحد فيهم قال انا اعتقلت النهاردة 17,000. في يوم 6 سبتمبر 1995. كان بيقول الملك فيصل رايح نفسه. انا واضح في السجن 17,000 في يوم واحد. طب ولما ربنا حد يقبض على الله قبض? حد قادر يتكلم? قال لا. حد قادر يتكلم? قال لما افتحوا الرمل اللي كان هو مالي سبق الارض بالكاتولية روح. لما نزل امريكا قادر تتكلم? حتى مش عايز تاخده عن ذلك. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء? قالوا لو هدانا الله لهديناكم. سواء علينا صبرنا ام جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لن تحتنفذوني ولا حملك لكم الامر حاج. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. ان الظالمين لهم عذاب اليم. ده كلام ابليس. شوف الواد الحلو اللي بعد ما جاب الناس في جهنم قال لهم ايه? انا ضربتكم بالكرباء قلت لكم اتبعوني ابدا. انا فريق منكم. اني اخاف الله رب العالمين. اللي هو بيخاف ربنا. بعد ما خربها بيخاف ربنا. وحد الله ولا اله الا الله. تبقى الصلاة عندنا معشر المسلمين اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. ومن عظمة الصلاة ان من سنة النبي حتى ليلة زفافه على زوجته يبدأ حياته الزوجية بصلاة ركعتين. شوف حتى الصلاة بركة قد ايه. احنا نبدأ الحياة الزوجية نودي الكوافير. انما النبي يبدأها بصلاة. شوف الفرق بين الطهارة وبين الحرارة. النبي يبدأ الصلاة الزوجية بصلاة ركعتين. اول ما يدخل مع العروسة سنة النبي تقول لك كن متوضي وصلي بالعروسة ركعتين. وبعد ما تسلموا يا سيدي يكون بينكم شب لبن حليب اشرب منها واديله منها. وسيبك من فرخة الوفاء بتاعت حماس. سيبك دلوقتي خليك في سنة النبي. صلاة ركعتين عشان ربنا يبارك. ايوه الله. الله البيوت كانت كلها بركة. كانت كلها هدوء. والله ما سمعنا في امراض ضغط الدم والسكر وقرحة المعدة وتصلب الشرايين والمصان والغلظ والرضيع. ما سمعناش. ما كانش ابو بكر عنده ضغط ولا سكر ولا علي ولا عثمان ولا عمر ولا خالد ولا غيره. ليه? كان فيه راحة قلب. كان فيه طمأنينة مع الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. مين اللي بيفتكر النهارده يصلي ركعتين ليله الزفاف? ده ليله الزفاف دي بتبقى عباره عن دخان حشيش ودخان شيشه وجوزه. ويدخل واحد يقول له بص بعد انا جايب لك حته دلوقتي ماركه هل تلال القمر من المعلم عصفور.
لسه جاي بالك بنار الفور عشان يبدأ الحياة الزوجية بمعصية الله. بمعصية الله سبحان الله. ده ذكر الله واجب حتى وانت بتأتي اهل بيتك. قبل ما تأتي اهل بيتك قول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ذكر الله. صلي ركعتين في الحياة الزوجية، تشرب شوية لبن حليب حتى تكون الحياة صافية. والنبي وضع يده على رأس عائشة بعدما شرب الحليب ودعا الله قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له. شوف العظمة، شوف حياة الهدوء، شوف حياة العظمة. إنما إيه دي الحياة اللي ربنا يطرح فيها البركة. انما النهاردة قال لا يمكن واحد غني يجوز بنته الا اذا ودها اولا في الهيلتون والشيراتون، ودها ثانيا يجيبوا فرقة تسهر طول الليل يقعد عنك شكو يقول الساحة مش عارف من بوه الوقت ما طلعش لابوه. انت بتدسأل عليهم وتجيبوا علم الحرام ولا ايه؟ الوقت ما طلعش لابوه يتك مفيه يبقى يشكوكو ايه ما طلعش لابوه ده كلام. وواحد ينادي على المعلمة يدها لها 20 جنيه وعشرة جنيه يقول لها قول المعلم شطارة ربنا يفك سجنه. ايه ده سجنه ايه ليست الهبات دي جواز. اسأل الله العلي العظيم ان يعلمنا ويفقهنا ويبارك لنا ويرحمنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اجعل أول هذا النهار صلاح وأوسطه فلاح وآخره نجاح وأجمعنا فيه ما يقر قلوبنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بصرنا بعيوبنا وفقهنا في ديننا وزهدنا في الدنيا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا. اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الصرف الخامس بعد المئة نتكلم عن فضل الصلاة. واحد، ولقد علمنا فيما مضى أن للصلاة معاني، فالصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة منا دعاء. وعلمنا أن الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فماذا قال الحبيب؟ ماذا قال أفضل من صلى وقام وحج واعتمر وبدين الله الحنيف أمر؟ أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر، فما ولى ولا ملى ولا أكبر. سيدنا محمد صاحب الوجه الأقمر والجبين الأصفر.
بيقول الحبيب بيقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. شوف البلاغة بتاع النبي يقسم الصلاة من اولها لاخرها الى ثلاث محطات. المحطة الاولى مفتاح، والمحطة الثانية تحريم، والمحطة الثالثة تحليل. تفتح الصلاة ايه؟ ما الصلاة عبارة عن قصر من قصور الجنة. مفتاحه ايه؟ تحريمه ايه؟ تحليله ايه؟ اللي يحب النبي صلى عليه. يا المفتاح اللي نفتح فيه قصر الصلاة ايه؟ مش قصر الثقافة بتاع الشيوعيين، لا قصر الصلاة. مفتاحه ايه؟ الطهور، انك تتوضا تكون طاهر الثياب، تصلي في مكان طاهر، تكون طاهر البدن، تكون قبل هذا وبعد هذا طاهر القلب. لانك هتواجه، مش هتواجه وكيل نيابة ولا قاضي محكمة جزئية ولا قاضي محكمة امن الدولة ولا الفريق الدجوي اللي راح في الدين داهية. ده انت هتواجه مالك الملك وملك الملوك. ده نهارما تلتفت في الصلاة النبي بيقول ان احدكم اذا قام يصلي نصب الله وجهه اليه، فاذا التفت العبد في صلاته قال له الله عبدي اهناك خير مني حتى تلتفت اليه. ده انا قدامك. يا سلام يا سلام على العظمه يا رجاله النبي. شوف انت واقف قدام مين؟ ده انت مش في لجنه امتحانات ولا في طابور الميدان، ده انت في لجنه الامتحانات بتخاف ترمش. حتى لو معاك برشامه بتبقى نفسك المراقب بس يروح يشرب شويه ميه عشان بس تعرف تتصرف. ابدا تبقى واخد بالك قوي، ولا تلتفت لا يمين ولا شمال. ولو ابوك قال لك تعالى عشان عمك مات تقول له سيبني، ده لو تنتحر ما صحش مستقبلي. اما بتبقى في طابور الجيش ما بتقدرش تلتفت لان البتشاويش واقف. لو التفت يخليك تجري بالمخلة تزحف في الميدان لمدة ساعة. شغل ظلم بظلم وجباروت، خصوصا اذا كان اللي داخل الجيش مجند. الشاويش بتاعه بقى ما يعرفش الالف من المثنى بتاع الجامع لفظها، يطلع حبة عينه ايه اتعلم. يا سيدي كفاية حسد وكفاية حقد على العباد. ده احنا ما فيش حد بيكره بعضه قدنا المسلمين. والخيبة اللي حلت فينا لو واحد لمس جلابية نظيفة لابد الناس تعمل له نيابة ادارية. جت ليه؟ ده ما بيكسبش، ده مرتبه 12 جنيه. يا سيدي يمكن واحد شحن فيها. انت بتحسد الميت على الكفاءة، ما تسيب الخلق للخالق. هو انت ربنا عينك رئيس دول المحاسبة على عباده؟ ده ان ربنا لنا حبيبه فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. على ايه المسألة دي؟ ما تريح اعصابك يا اخي، ما تسيب الخلق للخالق يا اخي. يا اخي ولا تقف زلات العباد تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر. لا تتبعوا عورات الناس، فان من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. فانا نفسي نسيب الناس تحلها نفسي. اما تلاقي جارك في خير افرح له، لانه اذا ما نفعكش مش هيضرك. جارك في خير افرح له، لانه لو ما ادكش من الخير اللي ربنا ادهوله مش هيضرك. مش هيجي اول الشهر يقول لك شوف لي 5 جنيه عشان اكمل على الايجار. خلاص اهو كفى خير وشرفه.
ما تحبش نفسك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من انسانيته ومن عظمة اخلاقه ان كان في واحد يهودي معتاد انه يجيب القاذورات يحطها امام بيت المصطفى. وكان سيدنا النبي يقدر باشارة الى عمر او الى خالد بن الوليد يمسك ويكسره خل عظم بفقيه. انما النبي يشيل القاذورات يجنبنا. بعد 3 ايام ملقاش قاذورات. القاذورات بقالها 3 ايام ما محطتش ليه؟ الزبال ما جاش حط الزبالة ليه؟ 3 ايام وهو عارفه والنبي عارفه وكشفه. الزبالة بقالها 3 ايام ما جاش ليه؟ مش ما انشالتش ليه؟ بقالها 3 ايام الزبال ما جابش الزبالة ليه؟ يوم يروح يخبط على باب اليهودي من الطارق يقول له محمد. قال له ايه؟ انت جاي تزورني؟ الله 3 ايام بقالك معني كده يعني ايه؟ يعني العادة بتاعتك ما جاتش يعني. كان من اخلاقي. شوف الدفع غير سكين. اهو ده بيدفع من غير سكين. اه والله. اهو ده دفع من غير سكين. تجي تزورني يا محمد؟ ده يهودي. قال له اجي ازورك. ليه؟ قال له 3 ايام. لم ارك فيها فجئت اعودك فقد تكون مريضا. يقوم الدين يقول له ما منعني ان اذهب الا مرض. يعني شوف 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 الرزالة هالتك. شوف شوف يا عم عبد الله. شوف يا صالح. يعني يا كافر يا رب. ده فيها ناس عندها فروض مش انجليزي. فروض امريكاني. لان الامريكان غلبوا الانجليزي. والله شوف شوف يعني قد ايه. يعني الراجل بتاع ايران الملك نزل على الارض والاخر امريكا قالت احنا مش في حاجه الى شرطي يحمي لنا منطقه في الامارات. عبروا عنه بانه شيء خطا. خلاص ما لهمش الا الرايك. واللي بيعمل ليش حد يقول له اطلع عليك وعلى احمد ولا حتى على امك. 3 ايام ما جبتش الزباله ليه؟ قال لك كنت عيان. قال له انا جاي ازورك عشان كده. يا شوفوا بس شوفوا الاخلاق العالية. شوفوا الاخلاق العالية. دي يصورني. قال له دي يصورني. ادينك يأمرك بهذا. قال له بأكثر من هذا. قال له كده اروح. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك يا حبيبي محمد رسول الله. يا سلام. ده اسلم قوي. اسلم ليه؟ لانه وجد امامه قدوة. قدوة. قدوة لان القيادة قدوة. هو لما الاب يبقى يشرب سجاير وبعدين يلاقي ابنه بيشرب سجاير ويقول له يا ابني السجاير مضرة. قال الواد اسمع كلام ابوه. قال طب بتشرب ليه؟ انت بتشرب ليه؟ خلاص مش هيشرب قدامك. انما هيشربها من وراك. يعني القدوة اقوى من الحكم من الحلم والكلام. يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ما التعليم. تصف الدواء بالاستقام وبالصلاة كيما يصح به وانت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا وانت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتهر بالقول منك وينفعه التعليم. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. القدوة. ولذلك كان كل ربنا ما ينزل حكم عن النبي اول عمل يعمل النبي يجمع اهله. يا فاطمة. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عماه
اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. انما هقعد اقول ان عري النساء حرام، طب ما هو اشوف بيتي الاول. هقول ترك الصلاه حرام، طب ما اشوف نفسي الاول. اكل الربا حرام ولا فلوسي مربيها زي الارانب بره، طب ما اشوف نفسي الاول. شرب الشيشه والجوزه حرام ولا احد طول النهار على مصيف حماد الدين عمال ادخن، طب ما هو يبقى كلام مدخن. وبعدين بحرق نفسي ليه؟ اسمع وسمعني الصلاه على الحبيب. السري الصحفي كان من العارفين بالله، وكان يبقى خالي الامام ابو القاسم الجنيد سلطان الموحدين. قال له يا جنيد لماذا لا تعظ الناس؟ انت بتديش للناس درس في المساجد ليه وانت راجل عالم مدين؟ قال له يا خالي اخشى ثلاث ايات في كتاب الله، ثلاث ايات مخوفني ان انا اجلس بين الناس واعظا. هم اهل ابنه. قال له اول آية اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. والله دي مدارس، مدارس، مدارس كبيرة اوي. ده القرآن ده مدارس كبيرة اوي، ما خلى حاجة ابدا. طب والآية الثانية يا ابني؟ قال له قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مش اقول لكم ما تشربوش الخمرة واخد بعض كده هو سني رايح انا للخمارة؟ امال يا عم كنت بتقول لهم ما تشربوش الخمرة ليه؟ قال لك بس لقيت الاقبال عليها كتير فاسعارها ارتفعت، فانا حبيت ان انا اصرف الناس عنها عشان اسعارها تنزل اقدر اخد كثير. ها؟ مش الراجل اللي هو بيتكلم عن معونة الشدة وتبرعه للفقراء. وبعدين ابنه كان سمع الخطبة فراح قال لهم اسكتي بقى، قال بابا النهاردة الخطبة خلى الناس كلها بكت. انا عايز اخد الهدومة واديها للغلاب. قالت له كده يا ابني ربنا يفرح فيك البركة، الدولاب عندك. اخذ القفطان والجبة والهدوم كله يلا على الغلاب. ابوش بعض الصلاة. لا 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 يا انت عملت ايه؟ قالت له ده ابنك ليه متاثر جدا وخد الدولاب كله وداه لمعونة الشيخ. قال له يخرب بيتك انت يا انت، احنا علينا الكلام وعليهم التنفيذ. بس سمعنا الصلاة على الحبيب محمد. خربت بيت يا ابني. ما توحد الواحد. الآية الثالثة يا ربي. قال له يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال والله يا ابني ربنا يوفقك للخير وما اقدرش اغصب عليك لان كل واحد له مذهبه في الحياه. وموقف الخوف من الله خلاص، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيروح ابو القاسم ينام الليله دي يقوم يجد في المنام رجلا ما خلق الله اجمل منه. اتدري من انا؟ لا، انا رسول الله. حبيبك في الدنيا وشفيعك في الاخره. يا ابا القاسم اذا كان الغد فاذهب الى المسجد واعظ الناس. سبحان الله. يبقى كان الامر جه من ابو القاسم الاكبر الى ابي القاسم الاصغر. هو اللي اداله اسم. ما هي القلوب متصلة بالله. قلوب لضيق. اجهزة الارسال سليمة واجهزة الاستقبال سليمة. يبقى لابد الطيار يوصل. لابد موجات الاثير توصل الصورة سليمة والصوت سليم. القرآن جهاز ارسال. احنا جهاز استقبال.
وربنا بيقول ايه في جهاز الارسال بتاعه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. امال القلوب من؟ القلوب ربنا بيقول فيها افلا، شوف بقى جنة الاستقبال، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ عليها اقفال مقفول، عايزة تنفتح. تنفتح بايه؟ بذكر الله، بالخوف من الله. قبل ما تنام يا اخويا بدل ما تلعب 10 طاولة وتجيب الشطرنج، لا، قل لا اله الا الله 100 مرة، قل استغفر الله 100 مرة، قل لا حول ولا قوة الا بالله 100 مرة، قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 100 مرة. تقوم هذا كله يكون في القلب مغناطيس رباني يخلي القرآن يوصل الى القلب، ما يخليش بين المغناطيس وبين القلب طبقة عازلة كالشمع. لا، ما هو ايه؟ ان القلوب لتصفى كما يصفى الحديد. قالوا فهل لذلك من جلاء يا رسول الله؟ في حاجة نجلي القلوب بها؟ قال نعم، تلاوة القرآن وذكر الله. انا بقاسم من المنام رحل السري عشان يقول له بقى اذا انا ده جاي لك ببشرى اللي مش جايبها بقى من مدير عم الدعوة ولا من مدير الوعظ بالازهر، لا ده من الحبيب، من الحبيب. امال ايه؟ جايبها من الحبيب نفسه، من سيدنا النبي. ما هو اللي ينام على استغفاره وصلى على النبي يوم يشوف النبي، انما اللي ينام بعد ما شاف فيلم سكر عالم ومسرحيه العيال كبروا يشوف صوفيا لورين. امال ايه؟ امال ايه؟ يحشر المرء مع من احب. واللي ينام بعد ما يلعب دور طاولة كده ويتخانقوا مع بعض وشيش بيش، ده هيشوف في المنام يشوف انه بيتخانق مع صاحبه، بيضربوا بعض عشان الطاولة، بيضربوا بعض بالطاولة، يصبح يقول لك انا شفت في هو ده منام برضه؟ ده انت نايم دماغك خالي عن ذكر الله، دماغ فاضي، الشيطان ما عشش فيه لان ما ذكرش الله قبل ما ينام ولا عرف حق الله. وحد الله قل لا اله الا الله. ابو القاسم الجليب لما راح للسري عشان يبشره قبل ما يتكلم، ام السري قال له يا ابا القاسم الا تعظ الناس الا باذن من ابي القاسم؟ اتاب الجهاز مفتوح، الارسال مفتوح لك برضه. اتاب الثاني كان برضه الجهاز. يا سلام يا سلام على القلوب النظيفة بتاعت ربنا. كالمرآة المجلوة لا ينعكس عليها الا نور الحق. مرآة، مرآة مجلوة، انه قلب نايم نظيف، لا في حقد على حد ولا حدث على حد ولا ضغطاء ولا بايخ يدبر مقلب لحد ولا مكيده لحد. يا سلام، انت يا ابني ما توقفش لما يجي لك الاذن من عند سيد الواعظين. راح ابو القاسم يوعظ الناس، فاهل البصره قالوا ده النهارده هيلقي الدرس بعد العصر ابو القاسم الجنيد لاول مره. فواحد مجوسي كافر من عبدة الكواكب وعبدة النار، أن لا بد أن أذهب إليه وأحرجه. أنا هوضب لسؤال أقلبه فيه.
ولبس عمة وكاكولا كهيئة علماء المسلمين وراح قعد وسط المصلين. خلى ابو القاسم لسه هيبدأ الافتتاحية. قال له انا ليا سؤال. ما ينفعش ناس تتعمد كده ان لما يلاقوا واحد ربنا فتح عليه شوية يوم يقول لك اطفي نوره بايه؟ بسؤال محرج. لا اله الا الله. وبعدين ده الحكايه دي حصلت معايا اول ما طلعت في المساله دي. انا كنت بقعد وانا لسه طالب في ثالثه ابتدائي في الازهر، لان الابتدائي بتاع الازهر كل الابتدائي بتاع المدارس يعني، فالابتدائي بتاع الازهر كان معانا ناس متجوزين ومخلفين، ما تقولوش يعني ان يعني كان معانا ناس الواحد اللي يسمع الدرس يجي لابنه في الفصل يقول له حاضرش يا بابا. فاول قال ما رحت ابو عز رحت قريه من قرى مصر، كنت لسه طالب في كليه اصول الدين، وبعدين امام المسجد راجل عجوز بتحت 60 سنه، فازاي انا بقى يعني كده هقعد اوعظ الناس والناس عايزه تسمع مني انا بالذات؟ لا يبقى لابد نشوف له برضه ايه يعني ندفع نشوف له كده صاروخ نزيفه. فايه الحقيقه؟ انا اول موعد كنت اول ما اقعد مثلا في مكان جديد ابدا الحديث بحديث سيدنا جبريل، ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما علامات الساعه. اسمه فرش متاح ليه؟ عشان نبدا نرمي اساس الاول اسلامه ايمانه واحسانه والساعه. واحد خلاني لسه بتكلم في الاسلام اللي هو الامام بقى الكبير بتاع الجامعه، قال لي عايز اسال سؤال. الفلاحين بقى قاعدين، ولو الواحد بقى يعني قال مش عارف اللهم انه هيطلع من البلد بزف، امال هتقعد ليه؟ هيبقى شيخ مقطوع نفسه. انا لقيت الراجل اتحرك كده وقال لي سؤال. انا عارف بقى انه سؤال ازهري من سنه 37 ايام ما كانت المعده تدخل الجامعه الازهر تاكل ملزمه نحو من الازهر تطلع تقول ما ما لازم تصرخ مع الساعه. قلت التف يا رب التف يا رب. قال لي يا سيدي انا عايزك تجيب لي ايه من القران يكون فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. يا خبرك يعلم به ربنا. بيني وبينك لو بقى الانسان قعد بقى جرد القران 6236 ايه بقى يكون النهار فات وممكن ما يصلحهاش، انما اللي ربنا يستره العبد ما يفضحوش. انا فاكر واحنا طلبه راح زميلي برضه اشترى بقرشين صح طعميه، ما هو الطعميه دي بقى يعني لا مفر منها اطلاقا، يعني كده تحطهم 30 سنه في الازهر كله طعميه، اما يبقى فيه ترفيه يبقى شيء بصار. ثم فبعد ما اكلنا قام بيقول لي شوف الورقه بتاع الطعميه فيها ايه؟ قلت له فيها ايه؟ قال لي فيها ايه من القران. وبعد ما قرا علي الايه قال لي تتصور شوف مكتوب وفي هذه الآية أمران ونهيان وبشارتان وخبران. أنا لما أسمع حاجة لابد أشيلها في الخزينة، يعني دي بقى تطلع وقت اللزوم. ولذلك في علوم كنت أسمعها من الشيخ في الأزهر لا يمكن أذاكرها بعد كده، أدخل بقى الامتحان من بق الشيخ للامتحان على طول. سبع اشهر ثمان اشهر، لان الناس كان عندهم اخلاص. الحقيقه المدرسين بتوع زمان كان عندهم اخلاص لانهم كانوا بيأدوا العلم لله، وما كانش المدرس مدرس وبس، ده كان المدرس مدرس واب واخ ومخلص اجتماعي ومصلح اجتماعي واخفاء اجتماعي. يعني كان قبل ما يشبح الدرس قوم يقعد يا فلان انت كنت ماشي امبارح بتشرب سيجاره، مش حرام عليك يبقى ابوك شحت في البلد وانت بتشرب سيجاره، انت كنت قاعد على القهوه ليه يا ابني؟ يعني يعمل عمليه فرز للطالب على انه هو ابوه. ده كان التدريس زمان كده. فانا عرفت الايه بس ما اقدرش لما الراجل يسال او ما اقول له يا سيدي الايه كذا 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 يقول لي لا ده انت عارفها قبل كده. لابد برضه هو وحيدك لابد اكون انا برضه ايه؟ احسن منه. احسن برضه مش واحد يحرمني. لابد اصير مقص. قلت له طب يا سيدنا الشيخ عبد الرحمن استنى شويه علي قبل ما افكر. الفلاحين بقى بيني وبينك ايه؟ مش عايزين يسمعوا حاجه وعايزين يسمعوا الجواب بقى دلوقتي، ما هو قطع عليا خط الرزع.
ده هو دخل على بالكورة وما فيش سباك واقف ولا سنتر بيروي. ده حيوان في السباك على طول. انما انا لابد افرحه قوي. قلت له يا سيدي بقى يعني خلاص خلصنا الدرس عايزين بقى السؤال بتاع الشيخ عبد الرحمن يا سيدي الآية يعني. حضرت قال لي قلت له حضري. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لي طب قول لي بقى فنطها بقى. قلت له ده انا فنطها ليك ولابوك. اقول لك ما فيش حد بيدو حد على حاله والله. ابدا. والله ابدا. اوحينا خبر. ارضعيه امر اول. خفتي خبر ثاني. القيه امر ثاني. ولا تخافي نهي اول ولا تحزني نهي ثاني الا ردوه اليك بشرى اولى وجعلوه من المرسلين بشرى ثانية. يبقى لي امرين ولايين وبشارتين وخبرين. قال لي عفارم عليك. قلت له شفت دم منك الله. فشوف اما اقول لك ما تستهينش بحاجه ابدا. اقرا ورقه الجرنان واقرا ورقه المطلعه واقرا ورقه الطعميه والجبنه الدبل كريم. يكرمك الكريم. وحد الله. فابو القاسم عندما وقف بين الناس واعظا طلع الواحد مجوسي بقى. قال له ابو القاسم. قال له نعم. قال له في حديث عن الرسول يقول فيه اتق فراسك المؤمن فانه ينفر بنور الله. ما شرح هذا الحديث؟ وبقى واقف العمة قد كده والجبنة والقفطان والدنيا هيصة. ما حدش عارف اللي ده مجوز. تعرف ابو القاسم قال له ايه؟ قال له تعال تعرف معناه. قال له قال له الاول تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف شرح الحديث بس صرحا عمليا. بس يعني قال اطلع من دور انت هتلف على مين؟ ما انت حتى الورد في حي الجنينيه مجوز كمان تتكلم عن النبي. امتى بالشهاده يا جدع؟ امتى بالشهاده؟ انا اعرفه. خلاص انتهت. انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا عليه الصلاه والسلام. فالقلب عندما يستقبل الصلاه يعلم ان الله وجهه الى وجهه. فاينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ لان في الصلاه عموله وصلاه سوقي. صلاه سوقي اي كلام. قل لك يلا نخطف المنزل. نخطف؟ هو انت نسر يا ابني؟ ده اللي بيخطف ده النسر. تخطف ازاي؟ ده النبي لما كان يحب يصلي كان يقول لي بلال ايه؟ يلا نخطف المغرب يا بلال. لا ارحنا بها يا بلال. تعبانين عايزين ارتاح. يعني كاني وقت الراحه عند النبي ساعه ان يكون واقفا يصلي بين يدي الله. ده لما بيقولوا لك ان نسيبك هيزورك ولو صلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. طب ما لما ادخل اصلي اعمل ايه؟
انا في امتحان ببقى خايف من المراقب، قدام القاضي ببقى واقف وداني كلها للسؤال عشان اجاوب. في اي مكان فيه مسؤولية ببقى عامل حسابي، امال لما اقف بين يدي الله اعمل ايه؟ اسمع بقى وسمعني الصلاة على الحبيب. سيدة عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انقطع الإرسال بينه وبين الدنيا، بينه وبين ايه؟ وبين الدنيا. واصبحت الاذاعة اذاعة متصلة بالله وحده. خلاص الموجات كلها اشتغلت على خط واحد تنقل الى الله الواحد ومن الله الواحد. الصلاة، ولذلك النبي عارف ان احنا بشر، فبيقول اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. اما اذا الاكل محفوظ كل الاول. ليه يا نبي؟ قال لك لانك انت لو قمت كلت والاكل محفوظ وقمت صليت فقالك مش هيكون في الصلاة. سلطانية الشربة لسه بتدخن خايفة ان الوقت حود ابنك يدخل ياخد حتة الفرخة فتبقى تبكي. ايه لا الا الله. المرحلة دي وزيك تاكل الاول وتبلع الثاني محصور بالبول. النبي قال لا صلاة لحاكم، الحاكم اللي هو المحصور بالبول. يقول لك لا الدنيا برد بقى اما اخذ العيش ابو المرة وبس وضع في القضوط. في القضوط هو انت بتبيت هو انت بس الزالك هو الوضوء الزالة عبد الفكهة. قوم يا راجل اخذ ضبط الماء وارتاح عشان تقف بين يدي الله مرتاح، مش تبقى محصور بالقوه وزيه في مرة من رجلك على الارض خوفا لا تعملها وتحقوها. ولو الامام قال بسم الله الرحمن الرحيم فاصمني، قال لا ده هيقرا سورة القصص اهو. يا ريت يكون تعمل ما ينفعش ما ينفعش بقى. ربنا عايز يريحك. انت ما تعرفش ان حصر البول ده مضر للمثانه، بيعمل التهاب في المثانه ويأذي، وكذلك كتم الغازات الجوفيه تأذي الامعاء، تأذي الامعاء وتأثر على البصر وتأثر على المخ. ربنا عايز يريحها. بيقول لك الاول يقف قدامي وانت مرتاح تمام تمام. ده احنا ما تقعد تسمع تمثيليه زي بتاع الجكار اللي بتعرض دلوقتي في القاهره، ويقف ولد تافه اسمه محمد صبحي يقول للممثله القبله بتاعتي اللي قبلتها لي كم كان تقول له 50,000 جنيه، يوم يبص للمتفرجين ويقول لهم ايه؟ شوفوا القبله ب 50,000 جنيه، هذه احدى علامات الساعه. شوف الدخولية حتى بعلامات الساعه بالعقيده بالعقيده. ده محمد يا صبحي هو اللي احدى علامات الساعه، لانك انت المسيخ الدجال. ده احد المساسخه، احد الدجاجيله، قال ما لهوش حاجه يتهكموا عليها غير عقيده رسول الله. وبعدين ايه؟ يسموا الوزاره دي ايه؟ وزاره الثقافه. ما هي دي الثقافه ولا دي القلب؟ طب ما هو ده القلب. انما دي مش ثقافه، ده تحطيم للبيوت، ده هدم للقيع، هدم للعقيده. وحد الله لا اله الا الله. شوف ربنا العشاء والعشاء تبقى تتعشى الاول عشان ربنا عايز يوقفك قدامه وانت في غايه الراحه. وبيقول لك لما تيجي تصلي ارفع ايديك وانت بتقول الله اكبر. طب ارفع ايديا ليه يا ربي؟ قال لك عشان تطرح الدنيا وراء ظهرك.
خلاص يا دنيا روح انت لورا بقى للخلف دور. امال انت رايح فين؟ انا للامام دور. ففروا الى الله، ففروا الى الله، مش تفروا من الله، فروا الى الله اللي لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. اللي يحب النبي سمع له الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. شوف حتى الفقهاء بيقول لك لو اني واحد حاطط طبق سمك جنبه وهو بيصلي فدخل في القصة خاف اللي تاكل منه الشبار اللي شاويه دلوقتي، فهو عايز يطرد القصة بس في طريق السهلوة، ام قلبي بسم الله الرحمن الصلاة بطل الصلاة بطل يا راجل يا فهلاوة افتح قام الصلاة افتح افتح يا مشك افتح الصلاة دي يا جاي انت بتصلي ولا بتخربي؟ تلعب على مين؟ البيت بسم الله لا افتح خوف بس انت اخوك بس انا عايز خشوع خشوع. قد افلح المؤمنون الذين هم ايه؟ في صلاتهم ايه؟ خشوع. النبي شاف واحد بيصلي وبيحرك ايديه كتير بيتحرك في الصلاه كتير، فالنبي عليه لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. انما القلب مش هنا، القلب هناك في الدنيا. فاحنا نسأل الله ان يعلمنا كيف نصلي امامه وكيف نتأدب في حضرته، انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته.